بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا متابعينا، اليوم رجعنا لكم في درس جديد من دروس التحليل ضمن عملية تصميم تجربة المستخدم. تكلمنا في الدروس السابقة عن موضوع التحليل المبني على سلوك المستخدم على التطبيقات والمواقع الإلكترونية، وتكلمنا تحديدا عن موضوع جوجل أناليتكس. فينا نرجع لهذا الدرس من خلال صندوق الوصف حتى نتعرف أكثر على هذه الأداة. اليوم حناخد درس جديد بأداة جديدة، ألا وهي خرائط الحرارية. اليوم الهيت ماب أناليسيز بنتكلم عن السلوك الحقيقي للمستخدمين على المواقع تاعتنا. موقعنا اليوم في عندي لوجو، في عندي محتوى في كول تو اكشن، في عندي محتوى المنيوز المختلفة، بنتكلم روابط مختلفة، بنتكلم في فيديو، فأنا عندي مكونات مختلفة في هذا الموقع. وين جمهوري بروح؟ وين السلوك الأكبر لجمهوري؟ هل جمهوري فعلا بيتعامل مع هذا المحتوى كما لو إنه فعلا محتوى جذاب ويجذب ويتعامل فيه؟ اليوم أنا في الخلفية بنظر إلى هذا السلوك وبتعرف وين الجمهور فعلا بيركز في المحتويات. اليوم خارطة تحليل خارطة الحرارية بتكلم عن عملية مراجعة وتحليل للسلوك الحقيقي على أزمنة مختلفة. يعني ممكن أنا أحلل السلوك على مدار 7 أيام، إن الجمهور الحقيقي بيدخل موقعي وين بيروح في الموقع، وين بنتقل من مكان إلى مكان، المكان اللي بيهجم عليه الجمهور أو غالبية الجمهور، أنا بنظر إنه هذه المنطقة فيها منطقة حرارية، فيها حمار، يعني فيها حمار أي مشتعلة، أي عليها من الجمهور الكثير اللي فعلاً ماخذ الجمهور إليها وهي مؤثرة لهذا الجمهور. وفي مكان ده ما في عليه حرارة وما في عليه جمهور وما في عليه سلوك. طب ليش هذا ما عليهوش سلوك وعليه هذاك عليه سلوك؟ ليش الناس تتفاعل في المكان هذا ولا تتفاعل في المكان الثاني؟ لذلك هذه الأداة تستخدم للتحسين على أو للتعرف ثم التحسين على سلوك المستخدم من خلال تحسين الواجهات المستخدم وإضافة ما هو جذاب وما هو مؤثر لهذا الجمهور. طيب هل أنا فعلا حستفيد من هذه الآلية؟ نعم حستفيد من هذه الآلية. وأنا أصبح إيش اللي بدي من المستخدم غير أنه يمكث على موقع أكبر فترة الزمنية، وغير أنه موقع هذا ما يكونش مزعج بالنسبة لهذا الجمهور، أصبح معامل الارتداد. يعني السبب اللي بيخليني أهرب من الموقع أنا هعرف إنه ما عليهوش سلوك كبير، فممكن هذا اللي أنا فعلا من خلال الهيت ماب اللي وجدت الناس بتخرج لما تيجي عليه أو ما عليهوش جذب كثير جدا، فأنا بأروح بأغير في هذا التصميم وبضيف محتوى آخر أو بغير في هذه الواجهة حتى أحسن من معامل الارتداد. طيب أنا بحتاج إني أزيد المدة الزمنية لمكوث الناس، يعني الأفريج تايم للجمهور بحيث إنه يمكث على موقعي أطول الفترات الزمنية، أنا هذا رغبتي، لأنه كل ما جلس موقع أو كل ما جلس العميل تبعي على موقعي أطول الفترات أنا موقعي بتقدم وبصير موقعي من المواقع الموثوقة أكثر وبتقدم حتى في محركات البحث. لذلك لما أنا بستخدم القراءة الحرارية بستخدمها حتى أتعرف على اللي بيجيب هذه الفترات الزمنية والعوامل اللي بتخلي الناس تجلس أكثر فترة زمنية على موقعي، وبأشيل الأشياء اللي فعلا بتخلي الناس تهرب من هذا الموقع. أصبح عوامل نجاح الموقع بتعرف عليها وعوامل فشل الموقع بتعرف عليها. هذيك العوامل الخاصة بالنجاح بدي أعززها وأزيدها على صفحاتي المختلفة، وعوامل الفشل بدي أزيلها من صفحاتي المختلفة، أنا هيك بتقدم أكثر. طيب هذه الخرائط تفيدني في موضوع قياس اليوزابيليتي ولا لا؟ أي نعم، اليوم بتكلم موقعي يوزابل أي سهل الاستخدام، وأنا صراحة إيش بدي إياه؟ غير إنه موقع يكون سهل الاستخدام ويحقق رغبة العميل ويحقق أهدافي أنا أصحاب العمل. لذلك الخرائط الحرارية ومراجعتها ومشاهدة السلوك الحقيقي للجمهور على الموقع تبعي، إذا كان موقعي موقع بيع وشراء أنا بتأكد الناس بيروحوا بيتخذوا القرار إنه يشتروا من الموقع، بتأكد إنهم كلهم بيروحوا على التشيك أوت، كلهم بيروحوا على البيمنت، كلهم بيروحوا هنا، فأنا بمشي مع الخارطة الحرارية وبتعرف على رحلة الجمهور، فبتأكد إنه جمهوري
يسهل عليه اتخاذ القرار الشرائي في موقعي اصبح موقعي يوزابل ويب سايت. طيب برضو في عندي اختبارات اخرى ممكن اجريها باستخدام القرارات الحراريه، منها الاي بي تيست، بحيث من خلالها انا اقارن ما بين التو فيرجنز او ما بين الابلكيشنز او التطبيق المفتوح على الموبايل مع التطبيق المفتوح على الويب. كل هذه الامور انا ممكن استخدمها وبكل سهوله وبكل يسر. طيب هنتكلم قائمه المعايير الخاصه في تحليل الخارطه الحراريه. اول شيء هحلل هل الزوار يستطيعون رؤيه المحتوى المهم، يعني انا فعليا بتحليلي لهذا الجمهور هل فعلا هم بيشوفوا المحتوى اللي انا بدي اياه يشوفوه. بالذات عندي الكول تو اكشن، الكول تو اكشن هو الامر اللي انا بدي احطه في الموقع بحيث يخاطب الجمهور ويخلي الجمهور يتخذ القرار. مثل انا موقع بيع بقول اشتري الان، موقع حجوزات احجز مقعدك الان، موقع شراء او موقع حضور مثلا محاضرات مثلا احضر او سجل محاضرتك او سجل لحضور محاضرتك الان. هذا الكول تو اكشن هل فعلا الناس تتفاعل مع الكول تو اكشن بحيث انه هذه الرساله اللي موجهه من الموقع لهذا الجمهور واضحه للجمهور ولا مش واضحه؟ هذا الكلام بعرفه في الخرائط الحراريه. الشغله الثانيه، هل زوار الموقع يتفاعلون مع العناصر الرئيسيه اللي فعلا انا بضعها في الموقع حتى يكون عليها تفاعل؟ منها موضوع قلنا الكول تو اكشن هو موضوع اوامر التنفيذ، او المنيوز اللي انا بدي اخلي الناس تصل في خلالها للبرودكتس او للمنتجات او للخدمات اللي انا بقدمها في موقعي. شغله ثالثه، هل زوار الموقع يحتارون في تفاعلهم بين العناصر المهمه والاقل اهميه؟ يعني انا لما براجع الخرائط الحراريه هل الجمهور بيركز على الاشياء المهمه ولا غير مهمه؟ لربما بترك المهم وبروح بركز على الاشياء الغير مهمه، اصبح انا بدي اعيد تصميم الواجهه تبعتي بحيث انا انقل الجمهور من التفاعل على الغير مهم الى التفاعل على المحتوى المهم في هذا الموضوع. اخر شيء، هل يواجه المستخدمين نفس المزايا والتصاميم في الاجهزه المختلفه؟ بتكلم انا في عندي جهاز على الموبايل او تطبيق بفتحه على الموبايل، وفي نفس الوقت هذا التطبيق او الموقع بفتحه على الويب، هل فعلا الناس بتعاملوا مع التو بلاتفورمز بنفس الاليه ولا اللي على الموبايل حتلاقي فيه تفاعل الناس اكثر وخارطه الجمهور او خارطه سلوك الجمهور عليها بمنحنى او في سلوك مختلف عن السلوك الايش اللي في الديسكتوب او في اللابتوب؟ فانا هنا بحدد بالضبط اذا انا فعلا جمهوري بمارس نفس السلوك على الاجهزه المختلفه ولا في اختلافات ما بين الاجهزه ما بين سلوكي على هذه الاجهزه. طيب تعال ناخذهم واحده واحده. هل بنتكلم هنا هذه واجهه، هذا الموقع كل السلوك الحراري وين موجود؟ في المقدمه. بالمناسبه في منطقة الفولد، يعني ما الأول ما بيظهر على الشاشة اللي بعدها بيجي السكرول بار، لما بنزل بعدها بيكون عندي سكرول بار، هذه منطقة الفولد. اليوم ما دون خط الفولد الناس موجودة هنا بتتفاعل مع هذا المكون اللي هو الرأس تاع الصفحة اللي هو بداية الصفحة، لذلك المهم في التصميم بيوضع في البداية. اي محتوى انا بدي ابرزه للناس يجب اني اضعه في البدايه. هذا تحليل سليم، لكم ان تتخيلوا اليوم الخارطه الحراريه بجدها في المنطقه هذه، انا في خلل عندي في تصميمي، لذلك انا يجب انه فعلا يكون المحتوى المهم واللي عليه جمهور الناس يجب ان يكون في المقدمه. هذا التحليل تحليل منطقي وسليم، بوضح لي انه جمهور الناس موجودين وين؟ على منطقة الفولد، يعني المنطقة الرئيسية اللي فعلا مجرد ما يفتح المستخدم الموقع بشاهدها. يعني ما دون ذلك لما بنزل تحت بلاقي عندي نسبة 2 المشاهدة والتفاعل أقل في هذا الموضوع. أصبح هل يستخدم الموقع أو هل ينظر المستخدم على المحتويات المهمة في الموقع من خلال الخارطة الحرارية؟ فعلا ينظر المستخدم ويتفاعل المستخدم مع المحتويات المهمة اللي أنا فعليا مصممها وضعها في تصميمي في مقدمة الموقع. طيب سؤال ثاني بنتكلم الآن، هل يستخدم المستخدم أو يقوم بالضغط على العناصر الصفحة الرئيسية والكول تو أكشن اللي أنا بدي يقوم عليه؟ تعالوا لاحظوا معايا هنا الخارطة الحرارية، هنا في عندي حرارة ولكن هنا أكثر، هنا في عندي حرارة على الزر هذا أيضا، أصبح في عندي أربع أزرار عليهم حرارة، هذول الأزرار ما عليهمش حرارة، أصبح ما عليهمش سلوك، وهنا في عندي حرارة على هذا الزر،
اصبح اكم كليك عندي على الكول تو اكشن. لاحظوا معايا الكول تو اكشن وين؟ هنا موجود ترايت فري، يعني مكتوب جرب هذه النسخه بالمجان، عليها كم كليك؟ 466 كليك، يعني نسبة التحول اللي جاية من خلال هذاك 7.06%. اليوم هذه النسبة وهذا الرقم، هل فعلا أنا محقق فيه الأوبتيمال ولا ممكن أحسنه؟ ممكن أنا من خلال هذه الحرارة، إذا أنا لا بدي أحسن الكلام هذا، أعمل كونتراست أكثر على هذا الزر، أعمل تركيز أكثر على هذا الزر، أغير من لون هذا الزر، أغير من حجم هذا الزر، بحيث أني أنا أخلي الجمهور مش 466، أخليه يجي هنا بالألاف حتى يحقق المراد من مين؟ من تصميم هذا الموقع، ويكون الكول تو أكشن معبر، ويكون نسبة التحويل في استخدام الكول تو أكشن كبرى في هذا الموضوع. لاحظ معي أنا وين؟ استخدمت الخرائط الحرارية لأتعرف على السلوك الحقيقي على هذا الموقع، وبتعرفي على السلوك الحقيقي أنا بتخذ القرار في التحسين، أو بقول أنا وصلت للحالة الأوبتيمال اللي أنا فعلاً ممكن أصل إليها في هذا الحال وبوقف عندي التحسين. وبالمناسبة ما في عملية تحسين بتوقف إلا يكون هي عملية مستمرة زي ما تفضلنا قبل هيك في هذا الموضوع. طيب الآن، هل يوجد التباس بين الأزرار اللي إحنا بدنا ننفذها أو بدنا الجمهور يتفاعل معاها وبين أزرار بالنسبة إلي مش مهمة؟ لاحظوا معايا هنا، هنا هاي في عندي الهيدلاين، بنتكلم هنا في عندي الكول تو اكشن انا بدي الجمهور يتفاعل معايا فيه، ولكن في عندي هنا زرار موجوده لروابط خارجيه، مش لازم عندي الناس تتفاعل مع الروابط هذه بقدر ما هذا تدي كريديبيليتي للموقع تبعي، يعني انا بستخدم الروابط هذه لادي موثوقيه لموقعي، مش عشان اخلي الناس تتفاعل مع المواقع الاخرى او المواقع الشركه وتترك الكول تو اكشن الحقيقي لهذه الصفحه. لذلك بوجود الخرائط الحرارية أنا بتعرف إنه هناك تفاعل مع زر معين أو مع رابط معين، هذا الرابط مش أصيل عندي في موقعي أو مش مهم عندي في موقعي، بحاول ببعده وبقرب الناس على مين؟ على الأشياء اللي بدي إياهم يستخدموها وخاصة في موقعي، مثل الكول تو أكشن وأماكن وأزرار أخرى أنا بأرغب إنه الناس يتفاعلوا فيها أفضل من الأشياء الثانية. طيب الشغلة بعد هيك، بنتكلم هذا التطبيق أو هذا الموقع في فيرجن الموبايل وفي فيرجن الديسكتوب، هل فعلا التو فيرجنز بيأدوا نفس الغرض؟ هل فعلا الناس لما استخدمت الويب على الديسكتوب نفس ما استخدمت الويب على الموبايل؟ هل السلوك نفس السلوك ولا هنا كان في شيء مختلف؟ لاحظوا معايا، الناس اجت بالحرارة أو صار في تفاعل على موضوع الانتل، هذا اذا اعتبرنا هذا هو الانتل اللوجو ولكن هنا او انتويت ولكن في المقابل هنا ما تفاعلوش الناس مع مين؟ مع هذا المكون. طيب هذا المكون تفاعلوا معه في نفس الاطار؟ اي نعم تفاعلوا فيه في نفس الاطار. لاحظوا انا بشتغل معكم اي بي تيست، هنا في فيرجن وعندي فيرجن، بعمل مقارنه بين تو فيرجنز باستخدام سلوك الجمهور وعلى الخرائط الحرارية، هنا بطلع في نتيجة إنه سلوك الجمهور على الموبايل بيختلف عن سلوك الجمهور على الويب اللي فتح في موضوع الديسكتوب أو اللابتوب. هنا بتخذ قرار إنه لا، أنا ممكن أغير في اليوزر انترفيس الخاص بالموبايل بحيث أن أخلي الجمهور يركز على الأماكن اللي أنا بدي إياهم يركزوا عليها، منها الكول تو أكشن والأشياء الأخرى اللي أنا بشتغل على أساسها. هيك أنا بكون تقريباً أجملت الموضوعات كلها في هذا الموضوع. بتمنى يكون الدرس نال إعجابكم، بتمنى يكون حطينا تجارب حقيقية ونماذج حقيقية. إذا في أي استفسار لا تنسوا تشاركونا في موضوع التعليقات، لا تنسوا تتفاعلوا مع الحلقة. أتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.